لليوم الثاني يعقد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في نسخته 25 أو يعقد اجتماعاته في العاصمة الألمانية برلين. هذا وتحرص مملكة البحرين عبر هذا الملتقى إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع ألمانيا. مزيدا من التفاصيل أو تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. ناقش الملتقى الاقتصادي العربي الألماني 25 خلال الاجتماعات والورش التي عقدت في العاصمة الألمانية برلين الأنشطة المقترحة لعام 2023 لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي ومستقبل الشراكة بين المستثمرين العرب والألمان. أشرفني أن أشارك في هذا الملتقى الهام والذي يشمل فعاليات اقتصادية وتجارية من ألمانيا والدول العربية. فطبعا وجودنا في هذا المؤتمر وفي هذا الوقت هو يتزامن مع مرور 50 عام على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وألمانيا. وطبعا ألمانيا تعتبر للبحرين وللدول العربية يعني شريك مهم جدا. مع وجود الجائحة قدرت البحرين وألمانيا أن تزيد نسبة التجارة البينية بينهم ب 24% في خلال سنوات الجائحة. كذلك اليوم نتكلم عن تبادل التجاري بين ألمانيا والبحرين تجاوز 624 مليون يورو، وهذه طبعا نتوقع إن شاء الله في السنوات القادمة تتطور، خاصة أن هناك مجالات كثيرة في التعاون بين مملكة البحرين وألمانيا. ركزت جلسات العمل والورش المتخصصة في اليوم الثاني على قطاعات الاستثمارات المشتركة التقليدية واستكشاف المجالات الجديدة للتعاون، خاصة تلك المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة والعمل على الاستفادة منها في برامج التحديث والتنويع الاقتصادي في الدول العربية. قمت بزيارة مملكة البحرين قبل 30 عاما وتعدد زياراتي للمنامة، وقد أدهشني هذا البلد آنذاك من نواحي عدة، وتابعت التطور الهائل على كل الأصعدة، وقد بذلت قصارى جهدي في كل المهمات التي تم تكليفي بها في المملكة بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة الإيجابية بين البحرين وألمانيا. من المعلوم أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا ومملكة البحرين يعود إلى عام 1972، ومنذ ذلك الوقت تعاون البلدان في مجالات عدة تنوعت بين الطاقة والصناعة والتجارة والثقافة والتعليم، ويبدو المستقبل واعدا لمزيد من الشراكة والاستثمار. ووفق بيان أصدرته غرفة مملكة البحرين، فإن التعاون الثنائي بين البلدين قائم ومستمر نحو خلق فرص جديدة للاستثمار والتعاون المشترك في المجالات التي من شأنها تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية. كان اليوم الثاني من الملتقى الاقتصادي العربي الألماني حافلا بالورش والفعاليات التي أظهرت وسلطت الضوء على دور البحرين في الاقتصاد العالمي. تلفزيون مملكة البحرين، سارية مرزوق، برلين.